السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت معكم مع فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة البنات، بغيت نقول لكم هاد الفيديوهات هادو اللي كنحط مؤخرا، فيديوهات غير باش تشوفوا كيفاش كنسقوا اللوينات. أما حتى الزواق اللي مخدوم في هاد الفيديوهات راه ديجا خدمناهم في الدروس. اللي بغات تشوف الدروس ترجع للقناة، يعني تكليكي على القناة، الاسم ديال القناة، وتكليكي على الفيديوهات، راه غادي يطلعوا فيديوهات كتار وفيهم الدروس. بالنسبة لهاد الكمام، هادو كمام بوحدهم طروزين، مولاتهم ما بغاتش الوريدات، بغات شي حاجة اللي هي سامبل بحال هكا، يعني إصات مشنفين على شكل ديال تشناف، يعني طريقة سهلة. وبغيت نشارك معكم البنات هاد الخديمة هادي، يعني كاين البنات اللي باغيين يديروا غير قصات، يعني قصات بحال هكا راه زوينين حتى هما يتعلموا ليهم في ويطبقوهم في شي جليلبة ولا قميص، يعني عطى الله تبارك الله. بالنسبة لواحد الأخت سولتني قالت لي علاش درتي الورقة تحت من المرمى. انا البنات كنخدم بالورقه وكنخدم بالفيزلين، مثلا الثوب الا كان كيتجبد بزاف كندير الفيزلين، ولا كان شاد شويه في راسو الثوب كندير الورقه ديال الزبده. كتمشي عند مول الحانوت كتاخد واحد 3 دراهم ولا 5 دراهم 2 دراهم، يعني نتوما وهذا والاستطاعه ديالكم. كتجيبوا ديك الورقه كطويوها على جوج، يعني كتقطعوا القياس ديال الزواقه، وكيف ما قلت لكم البنات كتقطعوا القياس ديال الزواقه وكتخدموا به، يعني بدل تخدموا بالفيزلين كتخدموا بالورقه. الورقه امتى كنحتاجوها؟ مثلا الا بغيتوا تخدموا الكميمات وما بغيتوش الفيزلين يبان لكم تحت من الزواقه، فهذيك الحاله كنديروا الورقه. مثلا واحد السيده سولتني، واحد الاخت قالت لي بان توب واخا كتزيرو في المرمى ما كيتزيرش ليها، يعني كتخدم وكيترخى. في هذه الحاله غادي تزير المرمى ديالك مزيان مزيان مزيان. الا ما باش تتزير كتشدي واحد الطرف ديال التوب، كتاخدي واحد الطرف ديال التوب مثلا ديال المليفه غير طريف صغير. الا رجعتي الفيديوهات قدام شي شويه غتلقاو بانني كندير الطرف ديال التوب ما بين المرمى والمرمى. مثلا دابا كندير المرمى وكنحط فوق منها التوب، يعني البياسه اللي غادي نطرز، عاد كنجي للحاشيه ديال المرمى وكنحط التوب عاد باش كنحط ديك الدائره الثانيه وكنزير. صافي البنات، وكنجبد التوب ديالنا قبل ما نحلو المرمى، يعني خدمنا طبقنا هذا الزواقه فوق من التوب، قبل ما نحلو المرمى كنصلحو، يعني كنصلحو في الفوق، كنسخنو المصلوح ديالنا، كنحطو واحد الطرف ديال التوب يكون ديال الخيط وكنسرحو فوق من طريزه من الفوق وكنصلحو مزيان. ملي كنصلحو صافي وكنحلو الطريزه ديالنا كتبان هي هذيك، يعني ما كتبان لا مكمش لا والو. واحد الحاجه البنات، بالنسبه للميزان حتى هو خصكم توازنوا ما بين الميزان وما بين الكانيت، حتى هو خصو يكون مقاد، يعني ما بينه وبين، ما يكونش واحد مزير وواحد محلول، يعني حتى هو راه تيلعب دور كبير بزاف. واحد الاخت سولتني على واحد الاخت سولتني قالت لي الاثمنه ديال الزواقات، هما الاثمنه كيمشيو على حسب كل منطقه، يعني كل مدينه والاثمنه ديالها، يعني ماشي كلشي المدن الثمن كيكون بحال. بالنسبه للطريزه مثلا في الصدر، سلته في الصدر وسلته في الكمام، كتكون ما بين 130 درهم حتى 150 درهم، ولكن على حسب، الا كانوا فيها اللوينات 150 درهم، الا كانت فيها جوج لوينات ما بين 130 درهم. مثلا الكحل هو الثمن ديالو بوحدو حتى هو، يعني بحالو بحال اللوينات، يعني كيتخدم 150 درهم سلته في الكمام وسلته في الصدر. بالنسبه للقفطنات راه كل زوقه والثمن ديالها، يعني ما نقدرش انا نحدد نقول لك واحد الثمن فيكس على القفطن او على جلالب، يعني كل زوقه والثمن ديالها، يعني كتمشي الزوقه ديال الطرز رباطي من 60 درهم للفوق،
يعني على حسب الزوقه كيف قلت لكم. يلا البنات كنقول لكم تبارك الله عليكم، وانتظروني ان شاء الله مع فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.